يعطيكم ولا يعجبكم عجب العجب ولا رمضان ولا رجب. أول شيء فين عصاتك؟ أنا عطيتك عصا زي كذا من أول، وينها؟ فين؟ ماني شايفتها، وينها؟ وين وين؟ ضيعتها. كنت عارف أصلا أكيد إنك ضيعتها من أول يوم. شوف كفاية كلام، اوكي انت بس تتكلم، بس تتكلم. قص 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 قص، بس تتكلم كثير. يا خلاص مزعج. الحين انا باخذ بريك، اوكي؟ ابغى اكل، ما اكلت من زمان من الصباح. الله، شوف ابغاك تجلس وزي كذا.
لا
يصنع يصنع ويتكلم كثير، مزعج ما يسكت. ايوه لا بس اسمع اسمع، اقول لك ضيع عصاته. قلت له انه عادي معلش، لانه لما يروح المكان الجديد حيكون بس عقاب نفسي. بس تكلمني صوت، اتصل عليا بس اتصل، انا ورايا شغل ورايا شغل. خلاص يلا باي. طيب شوف يلا روح. اوكي انت ليش جالس؟ انا لسه ما قلت لك تروح، روح خلاص. ايش جالس تتنصت؟ ها ما تستحي، انت ما علمتك امك انك ما يصير ان الواحد يسمع لي المحادثات الخاصة، الواحد المفروض ما يجلس يسمع. لا هالمحادثة خاصة ما لها دخل فيك، انت المفروض ما تجلس تقعد تتنصت. يلا روح بس، ما تعرف وين. طيب اوكي لحظة اعطيك الخريطة، خذ الخريطة خذها. كل شيء عندك في الخريطة، تعرف طريقك. اوكي يلا في امان الله. انت بس اتبع الخريطة، شوف وين احرف الاكس، شوف وين الاكس واتبع واتبع الاكس. اوكي اوكي شغلتي زي كذا، اقعد طول اليوم في الاوفيس بس اقعد اسجل معلومات واشيك. يا ربي ما ابغى كذا، نفسي اعذب احد. دي الوظيفة والله ما عجبتني، لا لا لازم اسوي لي خطة كذا، شوف لي وظيفة ثانية فيها تعذيب وانتقام. تبغوا تساعدوني؟ Let's go.